ازاي اعمل جراب ستيل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة دي هعرفك ازاي تعمل جراب ستيل للكالر بتاعك. يعني لو انت عندك فيديو عملت عليه كل تعديلاتك في صفحة الكالر، حطيت بقى الفلاتر بتاعتك وزبطت البلاجنز وكل حاجة عليها، بتعمل حاجة اسمها جراب ستيل. اقدر اخد الجراب ستيل دي واحطها على فيديو تاني، كل اللي انا عملته في الفيديو ده نزل على الفيديو ده اوتوماتيك، وهعلمك كمان ازاي تحذفه. يلا بينا. انا هنا وانا في صفحة الكالر، بعد ما خلصت الكالر كوريكشن والكالر جريدنج بتاع الفيديو ده، خلصت فيه كل حاجة. هاجي ابص هنا في الكليبس هلاقي فيه فيديوهات تاني زي نفس الفيديو اللي انا لسه مخلصه. اهو نفس الفيديو بس متقطع عندي على التايم لاين. يا ترى بقى انا بعد ما خلصت كل حاجة في الفيديو هنا، من الاضاءة للكونتراست للوايت بالانس والساتوريشن والاتش اس ال، وعملت لوك سينمائي، وعملت الفيس، فلترت الفيس، وعملت بيوتي، وعملت النويز، فلترت الصورة من النويز وزبطت الدنيا، هل انا هاجي اعمل كل ده تاني في الفيديو ده والفيديو ده والفيديو ده ونفس الفيديو كده على التايم لاين؟ لا. في حاجة عندي اسمها جراب ستيل. يعني ايه جراب ستيل؟ يعني انا بعد ما خلصت شغل على الكليب ده او الفيديو ده، باجي بدوس على الشاشة هنا كليك يمين واعمل جراب ستيل، اول خيار عندي اهو. بيجي لي هنا نسخة من كل الايديت اللي انا عملته ده، كولر جريد والكولر كوريكشن واللوك والفلترة واي شيء انا عملته على الفيديو ده او على الكليب ده بيجي لي هنا، بس لازم اتاكد ان انا فاتح الجالري اهو، اوكي، لانها بتتحط هنا في الجالري. اقدر اعمل ايه؟ هقول لك انا. اقدر اجيب اي فيديو زي نفس الفيديو اللي انا لسه مخلصه، وليكن ده اهو، طبعا لسه ما خلصش فيه اي حاجه اهو زي ما احنا شايفين، وبسحب الجراب ستيل هنا مكان النودز اهو، بلاقي نفسي حطيت نفس النودز اللي اتحطت في الفيديو اللي انا خلصته على الفيديو الجديد ده. انا كمان اقدر اجي هنا وادوس على الجراب ستيل دي كليك يمين واعمل لها اكسبورت، اخرجها. بالظبط، اخرجها واخليها عندي على الجهاز واحتفظ بيها علشان لو احتجتها بعد كده اهو. اختار المكان اللي احفظ فيه مثلا وليكن ده اهو، واسميها مثلا كلوز، عشان انا مصور هنا شوتين، شوت لونج وشوت كلوز. اقدر برضو اجي على الجراب ستيل دي وادوس كليك يمين واعمل لها ديليت، اوكي، واقدر برضو هنا ادوس كليك يمين واعمل امبورت للجراب ستيل اللي انا لسه عامل لها اكسبورت اهو، كنا سايبينها هنا اهي كلوز، نزلت تاني عندي اهو. لو انا مثلا حذفت النودز دي ونزلت الجراب ستيل هنا، هيرجع لي الدنيا زي ما كانت بالظبط. بس كده يا شباب، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وريت تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تستفادوا من كل حلقاتنا، ولو لايك وكومنت وشير يبقى كتر الف خيركم. السلام عليكم.